ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة نيرمين ناصر أبو لبدة، ماستر سنة ثانية، تخرجت أدب عربي حديث ومعاصر من جامعة طهري محمد بولاية بشار. شكر الجزير لهذه الولاية، شكر الجزير لهذه الجامعة العريقة على تقديمهم الخدمات للطلبة، خاصة الطلبة الدوليين. فأنا طالبة فلسطينية قدمت هنا وتم تكريمي والحمد لله اليوم بمناسبة تخرجي في السنة الثانية ماستر. طبعا هي مناسبة سعيدة، ولكن في هذه الظروف حاليا كنت أود أن أتمنى يعني تكون الظروف أفضل، ولكن كل أمل أن الله يمن علينا أيضا بالتحرير. أهدي نجاحي هذا لأهلي، لعائلتي، لوطني، لبلدي الثاني أيضا الجزائر، ولكل الشرفاء في هذا العالم، وشكرا جزيلا لكم. طالب يحظيه الشيخ أمين، خريج ماستر علم اجتماع التربية في جامعة طاهر محمد بشار، موريتانية الجنسية. نحن اليوم أتينا جامعة طاهر بشار في صدد حفل نهاية العام الجامعي 2023-2024، وقد تم تكريمنا من خلال الجامعة. نشكر إدارة الجامعة والأساتذة جميعا، وكذلك والي ولاية بشار الذي أشرف على التكريم خصيصا، والسلطات الإدارية. ونحن كموريتانيين سعيدون جدا لهذه الصداقة وهذه الروابط الإسلامية والأخوية والثقافية. وأهدي هذا التكريم لروح الوالدة رحمة الله عليها وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيمينام محمد أول سالك، étudiant en master de didactique des langues. Je suis le délégué des étudiants maliens ici à Béchar. On est ici à cette occasion pour la cérémonie de graduation organisée par l'université. À cet effet, je tiens à remercier tous les organisateurs de cette cérémonie. Je tiens aussi à remercier le gouverneur de la région de Béchar ainsi que le directeur de l'Université de Béchar. Merci.